وأعلنت الأمم المتحدة أنها وثقت ما لا يقل عن 8200 مفقود في محافظة نينوى لوحدها، بالإضافة إلى 320 مغيبا هربوا من بطش داعش عام 2015. وخلال المؤتمر الأول لضحايا الاختفاء القسري الذي عقد في نينوى، أكد مكتب الأمم المتحدة في المحافظة أن الحكومة لم تصرح ولا تجرؤ على التصريح بأي معلومة تخص المغيبين والمفقودين، وطالبت منظمات حقوق الإنسان الحاضرة في المؤتمر السلطات بضرورة كشف الحقائق وإجراء مسح ميداني في نينوى، بالإضافة إلى العمل على فتح المقابر الجماعية لمعرفة مصير هؤلاء الذين تقدر أعدادهم بالآلاف. عدد المفقودين الإحصائية أخي العزيز، الإحصائية ما يقارب 8200 مفقود إلى حد الآن، و320 مغيب الذين هربوا من بطش داعش الإرهابي عام 2015. الحكومة إلى حد الآن لم تصرح ولا تجرؤ على التصريح بأي معلومة بما يخص المفقودين المغيبين. اليوم نطالب من الجهات الحكومية والمركزية بالعمل على فتح المقابر الجماعية وفحصها عن طريق الدي ان اي لمعرفة ذوي المفقودين. بصراحة هذه دعوة جادة إلى توحيد الأعداد والإحصائيات عن طريق مسح ميداني والتواصل مع ذوي الضحايا، كونهم يعني الناس معلومي الفقدان، معلومي الهيئة، معلومي التواريخ التي فقدوا بها، ويتم تثبيتها بشكل رسمي، ليتسنى للمجتمع المدني والحكومة المحلية وغيرها المطالبة بحقوقهم حتى لا